اشويها. انا عندي بطاطس، زعتر، ثوم وبصل باودر، وبابريكا، شويه شطه، وشويه ملح وفلفل. طبعا التوابل دي زي ما انت عايزه. انا اساس عندي ان انا هحط لها شويه زيت وشويه ملح وفلفل، وزودي زي ما انت عايزه، حطي زعتر ما تحطيش، حطي بابريكا، ثوم، بصل باودر، شويه شطه، كل الكلام ده اختياري بالنسبه لك، انما الاساس هو شويه الملح والفلفل وشويه الزيت. هنعملهم ازاي؟ هجهز جنبي صاج، هكون غسله البطاطس كويس وحاطه شويه زيت برضو كده ارضيه، تمام. وبعدين راح ايه بقى اللي حصل؟ جبنا احط الخلطه بتاعه البطاطس هنا، اللي هي بابريكا، ثوم وبصل باودر، شطه مش هكتر، شويه زعتر، وشويه ملح وفلفل، كلهم في بوله واحده. ادي كده، حاضر اهو، خلاص تمام. انا هقلب بقى البطاطس دي عشان تبقى مشويه، مش عايزاها كمان تبقى توابل كتير، واروح حطها على الزيت ده، واروح مقلبها في الزيت ومدخلها الفرن، ارصها بس كده ايه كل رصه لوحدها بالشكل ده، اهي اهي كده، وادخلها الفرن بقى تتشوي. بدل ما احمر بطاطس هتبقى احلى جدا من اي بطاطس بتحمر.